ما تعرض له الصحفي وائل الدحدوح يكون قد تعرض له كل الصحفيين الذين استشهدوا واستشهدت عائلتهم بقطاع غزة، والذي والعدد الذي قدرته أو قدره المكتب الإعلامي بقطاع غزة ب 109 صحفي استشهدوا منذ بداية هذا العدوان. ولكن ماذا تريد إسرائيل من وائل الدحدوح؟ يعني اغتال عائلته وبعد ذلك رفيقه المصور التابع أو المصور المرافق له، وبالأمس قتلوا ابنه. ماذا تريد؟ ماذا يريدون بالتحديد من هذا الشخص؟ يعني بداية السلام والرحمة لأرواح عائلة الشهداء. نعم. عائلة الدحدوح، عائلة الصحفي وائل الدحدوح الذي يعمل في قناة الجزيرة، وهو من أهم المراسلين الفلسطينيين بحكم عمله في قناة الجزيرة ودوره أيضا المهني الرفيع الذي يقوم من خلاله بأداء رسالة إعلامية مهمة في كشف وتوضيح حقيقة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وبالذات في قطاع غزة. كما ذكرت، جرى استهداف العائلة عندما أخلت منازلها من مدينة غزة حيث يسكن وائل، ظنا منهم أن هذه المنطقة آمنة كما طلبت قوات الاحتلال، ليفاجأ بمقتل أفراد من عائلته وزوجته، ثم لاحقا يلاحقه الاحتلال بقتل ابنه أمس وهو صحفي حمزة، ومع زميله مصطفى أبو ثريا عندما ذهبوا ليغطوا جريمة استهداف أحد العائلات التي نزحت في أحد الشاليهات أو المنازل في منطقة أم النصر في منطقة ميراج، وليتم استهداف الصحفيين، تجمع للصحفيين يغطون هذه الجريمة بصاروخ من طائرة استطلاع أدى إلى إصابة 2 من الصحفيين هم أحمد البرش ومصور معه في قناته، ثم لتأتي سيارة إسعاف لتنقل هؤلاء الصحفيين. ثم كان حمزة ومصطفى أبو ثريا في سيارة من نوع سكودا موجودين، انتقلوا وراء سيارة الإسعاف إلى مستشفى أبو يوسف النجار، ليفاجأوا في الطريق بقصف مباشر إلى هذه السيارة أدى إلى ارتقاء حمزة ومصطفى أبو ثريا شهداء وإصابة السائق. دكتور صلاح، نعم، يدل على شيء، يدل على تصميم وتعمد استهداف حمزة ومصطفى أبو ثريا الصحفيين، وبالتالي الهدف كان دائما هو إسكات الصوت ومنع توثيق الانتهاكات الجسيمة وجرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال، ورسالة واضحة لوائل وللصحفيين الفلسطينيين بإخافتهم وإرعابهم ومنعهم من القيام بعملهم أو الذهاب إلى الأماكن التي تظهر ارتكاب دولة الاحتلال لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وبالتالي هذه جريمة حرب موصوفة. نعم. ينبغي متابعتها أمام دكتور صلاح كافة الأجسام الدولية. نعم.